السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الدرس من دروس مادة اللغة العربية للمستوى الرابع مكون الصرف والتحويل. موضوع هذا الدرس الفعل الماضي المبني للمجهول، وسنحاول من خلال هذه الحصة دعم وتثبيت التعلمات المرتبطة بهذه الظاهرة اللغوية. وأولاً سأحاول أن أذكركم بما تعلمتموه في خصوص هذه الظاهرة. إذن ما المقصود بالفعل المبني للمجهول؟ الفعل المبني للمجهول هو الذي حذف فاعله ويكون المفعول به نائباً عنه. ولتتمكنوا من هذه القاعدة لاحظوا هذا المثال: صنع النجار الباب. صنع النجار الباب، حددوا الفعل. نعم، الفعل هو صنع، الفاعل النجار. نعم، إذن النجار هو الذي صنع الباب، الباب مفعول به منصوب. جيد، لاحظوا هذه الجملة، هل تعلمون الفاعل؟ نعم، هو النجار. إذن هذا الفعل نعلم فاعله، إذن فالفعل مبني للمعلوم. جيد، إذن صنع الباب، لاحظوا هذه الجملة، صنع الباب، صنع فهو فعل، الفاعل هنا حذف، لا نعلم الفاعل، الفاعل هنا حذف وحل محله الباب، الباب هنا نائب الفاعل، ناب عن الفاعل الذي حذف من هذه الجملة. إذن صنع الباب، لا نعلم الفاعل، إذن فالفعل مبني للمجهول. جيد، إذن فالفعل المبني للمجهول هو الذي حذف فاعله ويكون المفعول به نائبا عنه. جيد، إذن كيف يبنى الفعل الماضي للمجهول؟ نعم، يبنى الفعل الماضي للمجهول بكسر ما قبل آخره وضم أوله. جيد، إذن لتتمكنوا من القاعدة لاحظوا هذا المثال: صنع. صنع، ما نوع هذه الكلمة؟ فعل. جيد، أحسنتم، صنع، لاحظوا سنحوله للمجهول، صنع، لاحظوا التغيرات التي أو التغييرات التي طرأت على الفعل. إذن هنا صنع، صنع، لاحظوا بأن الفعل قد كسر ما قبل آخره وضم أوله. جيد، أحسنتم، إذن لاحظوا فالفعل الماضي يبنى للمجهول بكسر ما قبل آخره وبضم أوله. جيد، أحسنتم، لاحظوا الفعل الثاني زخرف. زخرف، نفس الشيء، لاحظوا يبنى للمجهول بكسر ما قبل آخره وبضم أوله. أحسنتم، إذن يا أعزائي، إذن حاولوا أن تطبقوا أو أن تستعملوا هذه التعلمات في وضعيات مختلفة. إذن النشاط الأول: أجعل الأفعال في الجمل التالية مبنية للمجهول. الجملة الأولى: شذب البستاني الأشجار. ما نوع هذه الجملة؟ نعم، جملة فعلية، شذب البستاني الأشجار، حدد الفعل. نعم، الفعل هو شذب، شذب هو الفعل والفاعل البستاني. نعم، البستاني فاعل، ماذا شذب البستاني؟ الأشجار، الأشجار مفعول به، إذن فعل وفاعل ومفعول به. إذن حاولوا بناء هذا الفعل للمجهول. إذن مهلة للإجابة. جيد، أحسنتم، إذن شذبت الأشجار،
لاحظوا ماذا حدث للفاعل. نعم، حذف الفاعل من الجملة وبني الفعل للمجهول، وذلك بكسر ما قبل آخره وضم أوله. لاحظوا المفعول به. نعم، في هذه الجملة صار مرفوعا وهنا يسمى نائب الفاعل. جيد، أحسنتم. لاحظوا الجملة الثانية، مارس الأنشطة اليدوية. جيد، إذن حددوا الفعل، مارس. جيد، الفاعل، أين هو الفاعل؟ نعم، الفاعل هنا ضمير مستتر. ماذا مارس هذا الشخص؟ الأنشطة اليدوية. إذن الأنشطة مفعول به منصوب. جيد، إذن مهلة للإجابة. نعم، ممتاز، مورست الأنشطة اليدوية. جيد، إذن لاحظوا حذف الفاعل وحل محله المفعول به وأصبح مرفوعا، هنا يسمى نائب الفاعل. ولاحظوا الفعل قد بني للمجهول، وذلك بكسر ما قبل آخره وبضم أوله. ممتاز، الجملة الأخيرة، شغل الصانع الآلة. نعم، شغل فعل، الفاعل الصانع، المفعول به الآلة. ممتاز، إذن أنجزوا، مهلة للإجابة. ممتاز، شغلت الآلة. كذلك حذف الفاعل وحل محله المفعول به وأصبح مرفوعا. لاحظوا الفعل، الفعل فهو إذن كسر ما قبل آخره وضم أوله. جيد، أحسنتم. لاحظوا الأفعال المبنية للمعلوم ولاحظوا الأفعال المبنية للمجهول. فالأفعال المبنية للمعلوم نعلم الفاعل، والأفعال المبنية للمجهول لا نعلم الفاعل. جيد، النشاط الموالي، أحول الأفعال التالية إلى المبني للمجهول. الفعل الأول حرث، إذن مهلة للإجابة. نعم، أحسنتم، حرث، كيف ذلك؟ نعم، إذن بكسر ما قبل آخره وبضم أوله، حرث. جيد، استنشق، مهلة للإجابة. نعم، استنشق، ممتاز. لاحظوا نفس الشيء، بكسر ما قبل آخره وبضم أوله. لاحظوا بالنسبة لهذا الفعل استنشق، إذن لاحظوا بكسر ما قبل آخره وبضم كل متحرك قبله. جيد، الفعل الموالي ركب، مهلة للإجابة. نعم، أحسنتم أعزائي. جيد، ركب. جيد، ممتاز، بكسر ما قبل آخره وبضم أوله. شاهد، مهلة للإجابة. جيد، أحسنتم، شوهد. لاحظوا شا صارت شو. لاحظوا الهاء التي هي قبل آخر الفعل، الهاء كسرت، شوهد، شاهد، شوهد. ممتاز، أحسنتم. نمر إلى النشاط الموالي، أصنف الأفعال في الجدول التالي. لاحظوا هذه الأفعال، نقش، ينقش، استكشف، يستكشف، رسم، يرسم. إذن صنفوا هذه الأفعال في هذا الجدول، خانة للفعل الماضي المبني للمجهول وخانة للفعل المضارع المبني للمجهول. مهلة للإجابة. جيد، إذن لاحظوا الفعل الأول، نقش، نقش، لاحظوا، نعم، نقش، لاحظوا كسر ما قبل آخره ثم أوله، إذن أين؟ ممتاز،
فعل ماض مبني للمجهول ينقش ينقش يختلف عن السابق. جيد، لاحظوا فتح ما قبل آخره وضم أوله. نعم، إذن فهو فعل مضارع مبني للمجهول. استكشف، جيد أحسنتم، نفس الشيء. يستكشف، نعم يختلف عن السابق. استكشف، استكشف، يستكشف، جيد، فهو فعل مضارع مبني للمجهول. الفعل الموالي رسم، نعم أحسنتم، رسم، جيد، فعل ماض مبني للمجهول. يرسم، جيد. لاحظوا الفعل المضارع المبني للمجهول ولاحظوا الفعل الماضي المبني للمجهول. نعم أحسنتم، الفعل المضارع يفتح ما قبل آخره ويضم أوله، جيد، والفعل الماضي المبني للمجهول يكسر ما قبل آخره يضم أوله، جيد. وهكذا بهذه الطريقة ستميزون بين الفعل المضارع المبني للمجهول والفعل الماضي المبني للمجهول. نمر إلى النشاط الموالي. جيد، أحول الأفعال المبنية للمجهول في الجمل التالية إلى أفعال مبنية للمعلوم. جيد، إذن لاحظوا هذه الجملة. قطفت الثمار، قطفت الثمار، لاحظوا الجملة، لاحظوا، حددوا الفعل. الفعل هو قطفت، لاحظوا، نعم الفعل فهو مبني للمجهول. قطفت الثمار، الثمار، نعم الثمار نائب الفاعل، فعل مبني للمجهول ونائب الفاعل. إذا حولوا هذه الجملة ليكون فعلها مبنيا للمعلوم. مهلة للإجابة. جيد أحسنتم، قطف الفلاح الثمار، نعم أدخلتم الفاعل في الجملة أصبح الفاعل معلوما، جيد، والفعل الذي فاعله معلوم فهو مبني للمعلوم، ممتاز. لاحظوا، نعم الثمار مفعول به، كانت في الجملة كانت نائب فاعل وهنا مفعول به، جيد. إذن أحسنتم، يمكن أن أجعل في هذه الجملة الفاعل، يمكن أن أجعل الفاعل ضميرا مستتيرا، قطف الثمار، يمكن أن أجعله ضميرا متصلا، قطفت الثمار، قطفت الثمار، إلى غير ذلك. جيد، الجملة الموالية، أصلح عتب السيارة، أصلح عتب السيارة، حددوا الفعل. نعم أصلح فعل، نعم فعل مبني للمجهول. عطب، جيد، عطب نائب الفاعل مرفوع. جيد، مهلة للإجابة. رائع، جيد، أصلح الميكانيكي عطب السيارة، جيد. لاحظوا هنا أصبح الفاعل معلوما ولاحظوا الفعل، إذن أصلح، أصلح، أصلح فهو فعل ماض، أصلح فعل ماض مبني للمجهول، جيد. نفس الشيء، يمكن أن يأتي الفاعل ظاهرا أو ضميرا، أو ضميرا مستترا أو ضميرا متصلا كما شئت. جيد، الجملة الموالية، استعمل السماد الطبيعي، لاحظوا هذه الجملة من يحدد الفعل؟ نعم ممتاز، استعمل، استعمل فعل مبني للمجهول نائب الفاعل، السماد، ممتاز. إذن حولوا هذه الجملة ليكون الفعل مبنيا للمعلوم. رائع أحسنتم، استعمل المزارع السماد الطبيعي، رائع. إذن لاحظوا، استعمل فعل ماض، واستعمل فعل مبني للمجهول. في الجملة الأولى لا نعلم الفاعل، فالفعل مبني للمجهول،
وفي الجملة الثانية نعلم الفاعل وهو المزارع، فالفعل مبني للمعلوم استعمل. جيد، لاحظوا يا أعزائي، لاحظوا الأفعال المبنية للمجهول ولاحظوا الأفعال المبنية للمعلوم. جيد، نمر إلى النشاط الموالي. أحول الجملة التالية حسب المطلوب. الجملة هي: درب على تقنيات البستنة. درب على تقنيات البستنة. جيد، إذن حول الجملة للمثنى المذكر. مهلة للإجابة. جيد، أحسنتم. درب على تقنيات البستنة. فدرب، لاحظوا، نعم، درب فعل ماض مبني للمجهول. درب، لاحظوا، درب، من يحدد نائب الفاعل؟ نعم، نائب الفاعل أتى ضميرا متصلا وهو ألف الاثنين. درب على تقنيات البستنة. جيد، الجمع المذكر. جيد، دربوا على تقنيات البستنة. جيد، إذن دربوا فعل، نعم، مبني للمجهول، نائب الفاعل وهو واو الجماعة. جيد، دربوا على تقنيات البستنة. جيد، أحسنتم. إذن سأنتقل بكم أعزائي إلى حالات شاذة. قال كيف يبنى للمجهول؟ لاحظوا، قال فهو يبنى على هذا النحو. قال قيل فهو فعل معتل أجوف. قال قيل كذلك باع بيع. ممتاز. جاء جيء. نال نيل. إلى غير ذلك. لاحظوا هذا الفعل مد. مد، نعم، فهو فعل صحيح مضعف. مد، لاحظوا كيف يبنى للمجهول. مد مد. جيد، مد مد. كذلك بالنسبة لشد شد. ضم ضم. إلى غير ذلك. إذن أتينا إلى نهاية هذه الحصة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء.